بهذه المناسبة يسرني أن تنضم إلي عبر الهاتف الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. أرحب بك دكتورة أروى في نشرة أخبار الثامنة. ما هي المكان التي تتبوأها اليوم مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ مساء الخير. اليوم عندما نتكلم عن مكانة مملكة البحرين في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص، فنحن نتكلم عن ريادة حقيقية على مستوى المنطقة والعالم، وهذه الريادة طبعا لم تتحقق بين الأمس واليوم، بل جاءت نتيجة للرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المتابعة والعمل الدؤوب لكافة الجهات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من الجهات المعنية، سواء من الجانب الحكومي أو الخاص أو الأهلي. نحن اليوم نستطيع أن نقول بكل فخر واعتزاز بأن مملكة البحرين أصبحت نموذج يحتذى في المنطقة وبيت خبرة في هذا المجال، وهناك العديد من الدول التي أصبحت تلجأ لمملكة البحرين وتطلب الاستشارة والخبرة في هذا الملف، وتود أن تتعرف على حكاية نجاح مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا البحرين حققت التصنيف الأول للسنة السابعة على التوالي الآن في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كالدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحصل وتحافظ على هذا التصنيف، وهذا جاء طبعا بسنوات من العمل المؤسسي المنظم والتكاتف والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية بهذا الملف. بالحقيقة يجب أن ننوه كذلك بأنه لدينا التزام كبير في مملكة البحرين بالتقارير الدولية المعنية بالمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن إنجازنا في مكافحة الاتجار بالأشخاص لم يأتي فقط بسبب التزامنا بالتقارير الدولية، ولكن يأتي بسبب الرؤية السديدة الموجودة في مملكة البحرين، وبسبب وجود ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الجهات المعنية ذات الصلة، بالإضافة كذلك إلى الثقافة البحرينية الأصيلة التي تعزز وتدعم حقوق الإنسان. إذا نحن في ملف مكافحة الاتجار بالأشخاص نتكلم عن حكاية نجاح بحرينية أخرى في ملف حقوق الإنسان، تضاف إلى سلسلة النجاحات الكثيرة والكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجال سواء مكافحة الاتجار بالأشخاص أو حقوق الإنسان بشكل عام. نعم الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، كل الشكر لك.